كان يعني كان يوم جميل، كان عيد بجد، العيد بدأ. ايوه رجعنا فعلا، حضرتك رجعت لنا فعلا موضوع العيد ده تاني. انا فرحت باليوم ده بشكل لا تتخيليه، وما كنتش مصدقه. والله صحيح. يعني بقيت خايفه جدا لانه الاغنيه دي يعني كل الناس حافظينها من زمان، ايقونه، دي ايقونه. خايفه بقيت خايفه طبعا من اكررها او اعيدها ويكون في حاجه بالنسبه لنجاحها القديم فاخف، ولكن ربنا كان معايا طبعا. طبعا صحيح. والحمد لله، هو حب الناس ده لا يقدر بثمن بالفعل. صحيح. بجد والله. صحيح. لا يقدر بثمن، اهم حاجه حب الناس ورضا ربنا طبعا اول طبعا حاجة. طبعا طبعا. طب مدام صفاء، فانا بحب الناس، بحب كل الناس، وما بزعلش يعني بصعوبه اقصف حد او ازعل من حد. صحيح. هذا بيقدمني على ايه؟ مش حاجه تستاهل. على فكره اللي في قلب حضرتك ده دايما ظاهر على وش حضرتك بجد فعلا. يعني ربنا يا رب دايما يبارك لك. وكنا عايزين نعرف قصه يوميات صفصف. يوميات صفصف. ايوه. اولا ايه رايكم فيها؟ هي مدتها صغيره وراديو. رائعه. فوق الروعه. جميله. والله والله انا حبيت اقول ايه؟ في صفات وفي يعني فضائل كده ربنا اداها لنا. صحيح. الانسان يكون كريم، الانسان يكون محترم، الانسان يحترم الاخر. فقلت الحاجات الصغيره دي بتكون الشخصيه. محتاجينها قوي. واحنا مصر بقى الشخصيه المصريه طول عمرها مليانه بهذه الفضائل اللي ربنا مالنا علينا بيها. صحيح. فقلت بنحطها في حاجات صغيره كده 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 يعني 10 دقائق، 10 دقائق. ابتديتها في رمضان. صحيح. رمضان اللي فات. فحسيت ان ايه، ان ليها رد فعل حلو، فرحت قوي قوي. وبعدين كانت يعني بصيت لقيت المركز القومي للمراه اهتموا بيها لانه لقوا فيها. صحيح. رساله، يعني رساله المجلس تقريبا في غايه الاهميه في هذا الوقت كمان تحديدا. طيب استاذه صفاء، لان محتاجين ناخد منك اكبر كم من التفاصيل والمعلومات، منها مثلا يعني ان شاء الله الفعاليات الاهم عشان نيجي كاميرتنا كمان ونغطي ونصور لمنحي الامل للحاجات اللي هتشاركي فيها الفتره اللي جايه باذن الله، هتكون ايه؟ ان شاء الله هو يوم هيبقى 6/12 هيبقى في الحفل الكبير بتاع منحي الامل بالاشتراك مع حمله التمكين. كلنا هنكون مع بعض ان شاء الله. هو التعاون في اي مجالات يدي قوه طبعا. يعني واخده بال الوحده بالرغم من التنوع، لان حمله هوك ديفر عالميه، كل الاجانب اللي موجودين. احنا معانا حد من امريكا هيكون موجود معانا، 2 ايطاليا. ايوه. رائعه والله، صوتها يجنن. ومعانا فيدريكو مطرب مهم جدا، واخد اهم وشام في ايطاليا وهو عنده اعاقه، يعني كل دول وهيغني. ومعانا جروبات كبيره موجوده من طبعا الراقصين وكده، ما احنا لازم نطعم طبعا وندي طبعا. امل، ندي امل للمجموعه دي بالحركه، بالحب. صحيح. بالطاقه. فاحنا معانا بقى طبعا اليونسكو واليونيسف موجودين ضيوف، وفي معانا مجموعه كبيره، انا مش هقول اساميها لانها تبقى مفاجاه، من جميع انحاء العالم طبعا. استاذه صفاء، احنا سعداء جدا ان انت كنتي معانا النهارده، ومش عايزين نبطل كلام معاكي. كل سنه وانت طيبه يا استاذه صفاء. كل سنه وانت طيبه، وعقبال مليون سنه بصحه.